نرجع في تعليق طبعا على تصريح ياسين مرياح، برشا تأثر وشفنا برشا تفاعل من اللاعبين، يعني اللي ساندوه واللي وقفوا معاه واللي حبوا يطلعوا المباراة نتاعه. اليوم المنظر الكبير قال كان فوزوا بالتتويج باش يكون ان شاء الله اللقب هديه لياسين مرياح. نحس فما سوليدارتي كبيره بين الملاعبيه نتاع المنتخب التونسي، وايضا نحس بحسره كبيره من ياسين. ونحب نشكو على حاجه، كيفاش حب يتحدى الاصابه نتاعو، حتى حد كان يعرف الاصابه بتلك الخطوره، مرتين يرجع للملعب ويحب يلعب وقاعد ينزل على روحه باش يكون حاضر مع زملائه ويساند زملائه في مباراه مصيريه الكره التونسيه. نصر بدوي، هذيك الروح اللي هي بعد ساعات هو مفروض وقت اللي واحد يحس بوجع كبيره مفروض ما يرجعش، خاطر النجم يضر روحه من الناحيه الصحيه، لكن زاد الملاعب كيبدا عنده حب واصرار، معناتها مش غريب على ياسين مرياح. انا ياسين مرياح وكبته من قريب ونعرف تربيته واخلاقه، انسان متربي، انسان من عائله باهيه، معناتها مأطرته كما يلزم. ياسين مش غريب عليه، وانا السوليداريتي معناتها نتاع صحابه اللي شفتها على الانستغرام، كيفاش الملاعبيه الكل يهبطوا يتمنوا له الشفاء العاجل، كيف كيف فريقه معناتها العين الاماراتي زاد كان عمل لافته كبيره كان نحكي عليها، معناتها قالوا له مرياح القائد المخلص ورمز الوفاء ستعود اقوى. هذو ما حاجات وقت اللي ملاعبي يبدا طايح نقول احنا يتعدى من فتره صعيبه يلقى روحه بروتيجي الناس وراه تنجم تعطيه نوع من الاطمئنان، برغم انه ما يعوضوش. عاد الوقت اللي نحكيه على ملاعبي اللي فما كوب دافريك جايه، تعرف في جانفي فما نهائي بطوله عربيه مهم برشا، هذا من كلهم حاجات اللي ينجم الملاعبي يخدم عليهم باش يلقاه يتوج بهم، يغيب عليهم ينجم يتمس. لكن ياسين هذيك الكره وان شاء الله ترجع اقوى. جمال، في عديد المباريات تاع منتخبات ولا تاع فرق شفنا حالات كيما هكا تاع اصابات، وشفنا تاع حالات طرد. اللي يلعب بعشرة تقاس اكثر حماس واكثر قوه واكثر حرص على انه يعوض هذا الفراغ. يعني شو تنجم تمثل الاصابه هذه؟ تنجم تكون دافع على المنتخب التونسي في مواجهه الجزائر غدوه؟ شيء طبيعي، لان هو تقريبا دخل بدله محمد علي بن رمضان في المباراه الماضيه. صحيح. فهذا تغير معه الرسم التكتيكي للمباراه. المنتخب المفروض ان اللي في البنكينه، احنا نقولوا بالبنكينه اللي هو في دكه الاحتياط، نفس الموجود في الملعب. انت بتلعب بطوله مجمعه، بطوله طويله، توقع فيها اصابات، توقع فيها اي شيء. يعني بطولات مجمعه عاده يعني بتحسب حسبه البطاقات الصفراء، البطاقات الحمراء، الاصابات المؤثره. الحقيقه هو رباط صليبي، نتمنى له ان شاء الله الشفاء. بصراحه هو لاعب مميز ومعروف وليه خبرته، فعلا اللاعب اللي تلقاه لاعب اكثر مباريات هو اللي تبي تستفيد منه. لكن انا يا عادل عندي يعني موضوع مباراه الجزائر، يعني لعب شوطين يعتبر الشوط الاول اضافي ومباراه مطوله مره ثانيه. المنتخب التونسي تقريبا مشى باريحيه اكثر، لان في مباراه واحده كانت في الدور الاول خساره مع تونس ومشيت الموضوع ومشى الفريق للقدام. لكن الموضوع ربما يعني انتم اهل الشان اكثر مني في يعني هل المنتخب الجزائري هنا حيتاثر بالانهاك اللي صار ويستفيد منه المنتخب التونسي، خاصه من ناحيه الجاهزيه البدنيه؟ هذا اللي نفكر فيه بالنسبه للمنتخب الجزائري. خذيت دورك شويه، حطيت السؤال عندهم هم. يعني يعطيك الصحه بطريقتك السلسه والذكيه. مشكور جمال على الحضور. معليش كلمه اخيره بالله يا عادل، اللي هي انا اول حاجه هي بروفا مهمه قبل كاس العالم، بروفا مهمه للمنتخبين. هذه مباراه يعني جت فوقتها زي ما تقولوا، لان قدامهم كاس افريقيا، كاس العالم. انا بصراحه نقول لك حاجه، هو مش تو بتشد علي تقول تفضل تفضل، هو في ميول لتونس تمام من ناحيتي، في ميول لتونس. لكن المباراه اللي شفتها انا من المنتخب الجزائري، منتخب قوي، لكن نحب الجزائر واهل الجزائر. ما تشدهاش عليا يا وحيد، ما تشدهاش عليا ناس الجزائر، لان المباراه بصراحه انا نقولها للمره الثانيه اني نبي نستمتع بالمباراه، وان شاء الله غير تكون في مستوى، خاصه انها تحت الفيفا، تحت رعايه الفيفا، نتمنى تكون فيها تكتيك. بما انك انت تحكي على الفيفا، ابش اعطيك سكوب. انا تحب سكوبات انت، على الاقل تروح التلفزيون بتاعك الليلي. لا والله لا، والله عادل، لا 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 عادل، والله لا والله لا والله نتاع سكوبات. انا هيك نتكلم ديما. لا تحب خبر حصري، خبر حصري نحكي. في علاقه بالبطوله العربيه،
يعني الخبر هذا طبعا مش مؤكد لكن بنسبه كبيره جدا ماشيين فيه، انه مبدئيا وقع الاتفاق بين رؤساء الاتحادات العربيه الموجوده في المونديال العربي على انه البطوله العربيه ستقام في زوز مناسبات قادمه في قطر في الدوحه في زوز دورات قادمه، ثم واحتمال كبير تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم، ثم بعد ذلك سيفتح المجال للدول الاخرى لطبعا تنظيم مثل هكذا بطولات. وهناك نيه وقناعه كبيره من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انه باش تكون رسميه في المستقبل، وهذا التمشي قاعدين يشتغلوا عليه، وسيقع تمكين باش تكون في لجوني فيفا يعني في ايام الفيفا، وسيقع تمكين نجوم المنتخبات العربيه من المشاركه في هذه الدوره. اعتقد ستكون وقتها افضل من البطولات الافريقيه وافضل يعني من البطولات الاسيويه، طالما ان هناك هذه الملاعب وهذه التجهيزات وهذه العنايه، وخاصه وجود الفيفا كطبعا شريك فاعل او مشرف اساسي على هذه البطوله. اذا اكد ان زوز الدورات القادمه مبدئيا التي جاي يصير انا بتصير في قطر، ثم بعد سيقع تمكين اي دوله اخرى قاد على التنظيم بمثل هكذا او افضل البطولات القادمه سيقع تمكينها من حق التنظيم. هذه الاخبار الحصريه اللي نودعك بها. مشكور جمال على الحضور، نورتنا، وميخائيل كنتي تحيه مره اخرى للشعب الليبي الشقيق. بعد باش نستقبل الاعلامي التونسي ظفر الله المؤذن ليتحدث طبعا عن الاجواء في قطر، عن الاستعدادات الجاليه التونسيه لمباراه الغد. لكن قبل هذا نمشيو للنادي الصحفي نتاع موظ الكبير والمساكني، شنو قالوا على المواجهه وشنو استعدادات تونس لمنافسه او لمواجهه المنتخب الجزائري الشقيق. الحمد لله ربي كرمنا بالمشوار هذا، واليوم منتخب التونسي موجود في الدور النهائي باش ندخلوا المقابله ان شاء الله بالارصده نتاعنا بالاليات نتاعنا. ندخلوا المقابله ان شاء الله بروح المجموعه بالتضامن ما بيناتها، برشا قوه برشا شجاعه، حطوا برشا انتونسيتي برشا اغريسيفيتي، وان شاء الله باش ندخلوا زاد بنفس الشيء بمكاسب جديده، مكاسب جديده على مستوى وقفه كل الشعب التونسي مع المنتخب التونسي، والمنتخب التونسي استرجع الجماهير نتاعو. ندخلوا النهائي هذه بمكاسب جديده، مكاسب جديده برغبه كبيره في الفوز باللقب هذا، وهداء ان شاء الله لكل الشعب التونسي، وخاصه اهداء الولد العائله الكبيره ياسين. لاعب مهم ومؤثر وكادر من كوادر المنتخب، كان منتظم وفرحنا احنا كي ترشحنا للدور النهائي، كنا سعداء، لكن في نفس الوقت كانت فما شويه حسره اللي خسرنا واحد من العائله بالقيمه هذيك. مانتنو المنتخب التونسي شفتوا كيفاش من الاول مقابله بدا في الدوره هذه، بدا في الصعوبات، بدا في الاصابات، بدا في الكوفيد، بدا برشا حاجات ما كانتش لصالحنا، لكن بالرغم الصعوبات هيك كان حاجه تميز المجموعه هذه، ما زادتها الا حافز وما زادتها الا قوه باش تتحدى الصعوبات هذيك. اليوم صحيح عدم وجود ياسين مريح بالنسبه لنا يمثل لنا الصعوبه، لكن قدره السميع العليم الناس اللي باش تلعب والروح اللي موجوده في المجموعه باش ننتصروا ان شاء الله ونهديه ان شاء الله لقب ياسين ان شاء الله. احنا يظهر لي ما لعبناش ضد المنتخب الجزائري دور نهائي قبل، يكون ثائريه ضد الناس اللي شكت في قيمه المنتخب وحبوا باش يدخلوا الارباك فيه ويدخلوا فيه الاشاعات، ثأرية ضد الفترة الأخيرة اللي بعدنا على النهائيات ما وصلناش برشا للي فينال، بعدنا شوية على الألقاب. سي دون سو سونس لا باش نحاولوا مع أنفسنا نعطيو أن بلوس دو سيرباسمون إنرجي سوبليمونتير ريان كو باش نفوزوا باللقب، ونوريو اللي كونوا المجموعة هذه المشوار اللي عملته والباركور اللي عملته يستاهل باش يتوج. وديما نقول في الكورة البارح ما يعنيش برشا سواء كان ايجابي ولا كان سلبي، اللي به الفائده هي المقابله القادمه، المقابله القادمه منتخب التونسي والمنتخب الجزائري في دور نهائي. زوز منتخبات عملوا مشوار وعملوا باركور محترم برشا، نفس الشيء المنتخب الجزائري كان متالق دوره كامله،
منتخب التونسي زاد كيف كيف، مقابله باش تكون متوازنه مع اكثر منتخبات اللي اجتهدت وتعطات الاسباب باش توصل. ابارتيغ دو لا نامن اللي كونه باش تكون مقابله متوازنه، مقابله فيها برشا حماس، فيها برشا انرجي، وان شاء الله المنتخب التونسي يحافظ على الاسلوب تاع اللعب تاعه ويدخل كيما دخل ضد المنتخب المصري بنفس القوه واكثر باش نوصل للهدف نتاعنا ان شاء الله. توصل دور النهائي اكيد كل صغيره وكل كبيره معروفه على المنتخبات الكل. تفرجنا برشا في المنتخب الجزائري، تفرجنا برشا في المنتخب القطري، المنتخب المصري، كيف كيف هما تفرجوا فينا. دونك ديربي باش تكون فيه برشا حماس، برشا تنافس، وان شاء الله احنا نكونوا جاهزين كما يلزم ان شاء الله. الهدف نتاعنا اكيد باش تعدى في طريق صعيب، في طريق اللي يتطلب برشا مجهودات، يتطلب برشا سورتو تركيز. بالنسبه للكاس الافريقي المنتخب التونسي، الكاس الافريقي الفارطه مشى كمنافس، لعب دور نصف نهائي، تلعبت على جزئيات صغيره كان ينجم يمر للنهائي، كان من المنتخبات القويه اللي عندها كلمتها في الدوره هذه، قاعد يواصل في الكاس العربيه في نفس النسق، وان شاء الله كاس الافريقيه القادمه تشوفوا المنتخب التونسي بنسخه اقوى، بنسخه جاهزه كما يلزم باش تلعب الادوار الاولى ان شاء الله. اكيد نعرفوا بعضنا، معناها الجزائر وتونس ولاعبين مع بعضنا برشا مرات، سو نعرفوا الريتم ونعرفوا المباراه ديما الجزائر وبصفه عامه المغرب العربي تكون فيها ريتم عالي وضغط كبير، وما نتصورش كان باش يكون على عندها تاثير الفكره هاي. وصلنا للفينال، الاوبجيكتيف اللي جينا عليه معناها الحمد لله حققناه، يقعد طرف صغير اللي هو الكاس هذايا ان شاء الله. مباراه ضد المنتخب الجزائري ديربي نعرفوا بعضنا، وان شاء الله تكون مباراه قويه كما مستانسين. وهذه مباراه بين الجزائر يعني بلد نعرفوه تقريبا اخوات، سواء ربحت تونس ولا خسرت الجزائر مش مشكله. طبعا كانت الندوة الصحفية الخاصة بمباراة تونس الجزائر، منذر كبير ويوسف المساكن يتحدثوا عن المباراة بأمال كبيرة وباحترام كبير أيضا للمنتخب الجزائري الشقيق. ظفران المؤذن يلتحق بنا الآن، أهلا وسهلا بك الإعلامي التونسي مقيم في الدوحة. مساء الخير لكل اللمة التونسية الجميلة. تونسية جزائرية أيضا سي وحيد. جزائرية تونسية مغاربية. مرحبا بك. أجواء كبيرة في الدوحة. جدا. هذه الأجواء تعيدني يعني بالذهن إلى موسكو 2018. يعني الساحة الحمراء التي يوجد فيها ضريح لينين كان فيها أكثر من 1,800,000 شخص، ومع هذا كل يعني الجاليات من العالم كله، العالم التونسي كان في كل مكان، يعني حاجة لا تتخيلها. هذا الجمهور التونسي حيثما يذهب يترك بصمته. يوم غد سيكون يوم عظيم، يوم كبير للجمهور التونسي والجزائري أيضا الشقيق. يعطيك الصحة، أكيد سنعود للحديث عن هذه المباراة، لكن الآن الموعد مع أفريكا بيت دو سونسيس. نحن اللي التوانسة يقولوا عليهم المزهرين، نحن نلعبوا وديما نلعبوا، نربحوا ونزيدوا نربحوا، وفلوسنا كاش وديما مضمونين. كل واحد وتكتيكو، كل واحد باش يستبخر. مع افريكا بيت 216 محسنين مضمنين. افريكا بيت 216 اربح وعينيك مغمضه. افريكا بيت 216 كما قلنا واكدنا ونعيد التاكيد ونكرر، من احسن المواقع الموجوده في تونس على مستوى الظهير الرياضي والعاب الحظ. الموقع هذا ذو جوده عاليه ومواصفات عاليه ونسبة الربح عالية برشا، وهذا أهم شيء بالنسبة للمتراهنين. أكدوا لكم أن أفريكا بيت 216 موقع قانوني 100%، والموقع هذا تحت إشراف كفاءات تونسية، وأي متراهن جميع حقوقه باش تكون محفوظة. تدخل من تو على الموقع www.africabet216.com وتقوم بعملية التسجيل. استناونا إن شاء الله مع الربح ومع العديد المفاجآت. ديما الربح مع أفريكا بيت. نحن اللي التوانسة يقولوا عليهم المزهرين، نحن نلعبوا وديما نلعبوا، نربحوا ونزيدوا نربحوا، وفلوسنا كاش وديما مضمونين. كل واحد وتكتيكو، كل واحد باش يستبخر. مع افريكا بيت 216 محسنين مضمنين.
افريكا بيت 216 اربح وعينيك مغمضه. اذا نعود وحيد، اعتقد مباراه كما قلت لا تقبل القسم على اثنين، لكن رسال ان يسال مباراه كما هكا نهائي بطوله عربيه تونس الجزائر باش تكون مباراه لاعبين ومباراه مدربين. هي مباراه لاعبين اول حاجه، خاصه لا تقبل القسم على اثنين، المدرب ممكن يغلط لكن اللاعب لما يكونش في يومه تكون الكارثه. المباراة الغدوة نشوفها فرصة للاعبين الجزائر، ليس فقط لنيل اللقب لكن بعض اللاعبين، أنا نظن لو لعبوا مباراة كبيرة غدوة راح يكون عندهم مكانة حتى في المنتخب الأول، لأنه الصراع فقط هنا في المنتخب. يعني هو هي مباراة صراع البقاء في المنتخب التونسي أو الجزائري؟ أكيد أكيد، يعني أنا غدوة باش نشوفوا الياس شتي هل فعلا مستواه يخليه يكون في المنتخب الأول ولا لا، لأنه راح يلعب أمام ظهير أيمن محمد راجر، نظن انه كان من افضل اللاعبين امام مصر. وكذلك بالنسبه لياسين ابراهيمي مباراه غدوه راح تخليه حتى يرشح نفسه ليكون افضل لاعب في البطوله، وايضا ليعتمد اوراق، يعيد اعتماد اوراق اعتمادي في مع المنتخب الاول مع بالماضي. لهذا نظن مباراه غدوه ماشي فقط باش تدي لاكوب ولا تربح اللقب، لكن حتى اللاعبين عندهم مهمة أخرى وهي الوصول أو العودة لبعضهم إلى المنتخب الأول. وأنا نظن أنه غدوة راح يكون عندنا صعوبات على مستوى الكرة الثابتة وحتى على الركنيات. أنا شفت المباراة أمام مصر من اللاعبين أنا اللي شفتهم منتخب تونسي نشوفهم لعبوا مباراة كبيرة هو منتصر الطالبي، يعني هذا اللاعب لاعب عنده تحدي كبير، يعني باش تكون في عمرك 19 سنة وتروح تلعب تروح الاحتراف وتكون في ليسبيرونس وتروح للدوري تحت الدوريات الاوروبيه، انا نظن هذا الدوري التركي. الدوري التركي انا هذا اللاعب يعجبني بزاف، والمباراه اللي قدمها المره اللي فاتت اكد انه لاعب يكون عنده ثقه ليكون يعني ركيزه اساسيه في المنتخب التونسي، وباش غدوه يشكل لنا صعوبات كبيره على مستوى الركنيات خاصه. لهذا انا نظن ان المباراه غدوه راح تكون يعني هدف الاول هو تحقيق اللقب، لكن اهداف اخرى الكل يعرفها أن اللاعبين في تاع المنتخب، نحكي على المنتخب الجزائري، يريدون التواجد في المنتخب الأول. فتحي كابتن، في مثل هذه المباريات أعتقد المدرب ماهوش مطالب بإعداد لاعبيه نفسانيا وشحذ العزائم نتاعهم ودفعهم للانتصار، تقريبا يبدأ عندك اللاعب جاهز لنهائي بهذه الطريقة وبهذا الحجم وبهذا الاهتمام الإعلامي غير مسبوق في بطولة استثنائية بكل المقاييس. هو صحيح، هو على مستوى الذهني الحقيقة المباريات الكبيرة وهذه مباراة كبيرة مثل المباريات الكبرى وهذه كبيرة برشا، معناها اللاعبين تلقى التركيز نتاعهم عالي جدا، كل اللاعبين يحبوا يلعبوا وكل اللاعبين يحبوا يشاركوا، حتى بالنسبة للمدرب من ناحية هذه مش باش يلقى هذاك مشاكل. المدرب ما سمى الدور نتاعه أنه معناها على مستوى التكتيكي كل شيء يحاول يوظف اللاعبين على حسب القدرات نتاعهم. من ناحيه مثلا الموتيفاسيون وكل شيء بالعكس، معناها غدوه معناها كيف ما قال وحيد الماتش بالنسبه للاعبين، واللاعبين هم اللي عندهم الدور الكبير في المباراه. ناصر البدوي، دور حارس المرمى هام جدا في مقابل كما هكا. مهم برشا، في برشا مباريات كي نحكيو على حراس مرمى اللي يكونوا 50% من الفرق نتاعهم سواء منتخبات ولا فرق، ان الحارس المرمى في الاوقات الصعيبه في الاوقات الفراغ انه يلقى نفسه باش ينجم يخلي الفريق حي بلغه الكره، ينجم يرجع الفريق، ينجم يربح الفريق، وذلك علاش حراسه المرمى عندها اهميه قصوى في المباريات هذوما باش ينجم يخلي الفريق نتاعو يمشي لبعيد. مباراه غدوه انا حسب اعتقادي انا مباراه كبيره، وما نعتقدش انه فما زوز يختلفوا، اللي اي لاعب اليوم يحلم باش يلقى روحه في مباراه كما غدوه، يعرف اللي فما ظهور اعلامي كبير، برشا عينين، برشا ناس باش تفرج في المباراه هذه بعد المشاركه المميزه للبطوله العربيه اللي جلبت برشا انظار، باش تخلي الملاعبيه الكل باش تحاول تكون مركزه وباش تكون في نهارها باش تعمل مباراه ممتازه. ظفر المؤذن كناقد رياضي ومتابع لهذه الدوره، كيف تتوقع المواجهه؟ والله لا يمكن اختزال هذه المواجهه في جمله واحده، يعني على الورق نظريا 50-50، لكن منتخب الجزائر يتفوق بالمهارات الفردية، يكفي ذكر يعني ثلاثة أسماء، بونجاح، بليلي، إبراهيمي، هذا واحد. اثنين، المنتخب الجزائري يريد أن يضرب سربا من العصافير بحجر واحد،
أولا تحطيم الرقم القياسي الذي يمتلكه المنتخب الإيطالي، يعني عدم الهزيمة. ثانيا والشيء الأكبر والأهم هو الجائزة المالية، لا ننسى 5 ملايين دولار. في المقابل المنتخب التونسي أيضا هو آخر يريد أن يعيد الذكريات ويكتب التاريخ من جديد بعد أول مسابقة فاز بها في لبنان 63 بجيل شتالي وهنية ومحدين وصلاح ناجي وكفالة و و و والتلمساني. فأعتقد أن هذه المباراة سوف تكون تقريبا انتهى دور المدربين، أعتقد لأنهم وضعوا الرسم التكتيكي، وأعتقد أن فتحي يوافقني. الآن الكرة في عند الملاعبية، الجرينتا، القلب والإصرار، هذه هي كلمة السر. أعتقد هذه هي كلمة السر، أيضا جرينتا والإصرار والملاعبية والمدربين وأيضا الجماهير. عزيز جباري في نقطة خارجية من الدوحة، عزيز أهلا وسهلا بك ومرحبا، والأمور أكيد متميزة. تحياتي ليك ولكل الكباتن في البلاتو. نحن متواجدين حاليا في كتارة من العاصمة القطرية الدوحة، 24 ساعة وأقل شوية من الموقع الكبرى، المباراة النهائية المونديال العرب بين نسور كارتاج ومحاربو الصحراء. أجواء كبيرة توا موجودة في كتارة، غدوة فينال وزاد يوم تاريخي لقطر يتزامن مع اليوم الوطني في قطر. أما احنا اليوم خلينا ننقلوا الأجواء ونحكيوا شوية كورة. ظهر لي ماتش كاسح غدوة ان شاء الله، هي واكبنا المنتخب يعني الماتش ويت الكل والجاليه الكل تقريبا، واللي جا من برا زاد من الاوروب وكذا، وحضرنا الماتش ويت الكل مدعمينهم، معناها وين هما وين احنا، فهمتني؟ ماتش قوي برشا وجزائر معناها اخواتنا يعني، فهمتني؟ مش راح نحضروا معناها كفرجه، واللي يلعب احسن صحه ليه معناها، فهمتني؟ ان شاء الله لقاء اجوار ظهر لي غدوه ان شاء الله تكون نار، ان شاء الله ماتش قوي، وان شاء الله 30,000 تونسي ان شاء الله يكون موجود في الملعب هناك، وان شاء الله مربوحه، وان شاء الله الاولاد يكونوا في نهارهم بالضبط. كيفاش تشوف الماتش غدوه؟ الماتش غدوه ان شاء الله واحد شيء تونس يماركي يوسف المساكني، حيماركي بونتو، حيجيب يوسف المساكني ان شاء الله بونتو، وان شاء الله يوسف نحبوه في فورما يرجع كما العاده كما قبل. ظهر لي غدوه ماتش اجوار وقيمه الريان تخلينا نتوقعوا ماتش كبير غدوه ان شاء الله. ان شاء الله ماتش كبير، وان شاء الله يكونوا الاولاد في فورمه، وتعرف ديربي مغاربي شمال افريقيا ديما الماتشات هذه تكون كاسحه وتكون نار. ان شاء الله الاولاد يدخلوا مركزين، ياخذوا ليديال من الاول ويفكوا طرحهم ان شاء الله، وان شاء الله مربوح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كان النسور يتفرجوا فينا توا، شنو الميساج اللي تعدى الديور؟ نقول لهم حطوا في بالكم 11 مليون تونسي واغزروا الناس قداش معناها فرحانه باللي عملتوه، وان شاء الله تكملوا كيكه، وان شاء الله تبت في تونس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عادي عمل كبير في تونس ان شاء الله. توقعات غدوه للطرح؟ الجزائر 2-0. هو الحاجه الباهيه الفير بلاي لهنا، توين سود زيريه وخاوه انا متوقع 2-0 الجزائر، وراح يكون ماتش صعيب ويتعب على اليد صغار. شكون اللي مارك؟ بالليلي وبن عياده. المفيد تكور في تونس ما يصيرش. غدوه اجواء كبيره ظهر لي. والله ماتش صعيب بزاف بين الخاوه، ما يهمش شكون اللي راح يربح. انا من عندي انايا تربح تونس ولا جزائر والله نفس الشيء، باسكو جزائر تونس نحبها بزاف. والحاجه اللي مش راح تقلقني انا، جزائر نقلق كي تخسر، بس صح كي تخسر مع تونس والله كي العسل. مباراة عادي تكون صعيبة، تربح الفوز للقوي. عادل كيما تشوف الأجواء فير بلاي كبير، نخليكم على الأجواء توا في كتارة والأهازيج والأغاني. ياي تونيزي تونيزي معك ربي والنبي، تونيزي تونيزي معك ربي والنبي. شكرا عزيز، نكتفي بهذا القدر. هكذا هي الأجواء في الدوحة ليلة مباراة النهائي العربي المثير بين تونس والجزائر الشقيقة، واكيد كيف شفتوا الجمهور هكذا هي الاجواء بين البلدين الشقيقين. اعطينا شويه معناها اخبار على الجاليه، على استعدادات الجماهير التونسيه لمباراه غدوه، على التذاكر. ظفر الله وانت مقيم هنا اكيد عندك معطيات. الجاليه تعيش حاله هوس،
من خلال مشاهدتي في المقاهي، في المطاعم، في الشوارع، الكل يحلم بهذه المباراة، والكل يحلم بتذكرة. وللأسف يعني موقع الفيفا أغلق أبوابه، ربما التحسينات أغلق أبوابه، ليست هناك تذاكر متاحة لأي يعني في كوتا معينة. وأعتقد أن التونسيين حصلوا على هذه الحصة، ولا أعتقد أن هناك زيادة. إذن أعتقد أن الجماهير ستزحف يوم غد من الساعة واحدة على ملعب البيت، لأن ملعب البيت يبعد يعني تقريبا 40 كيلومتر تقريبا على العاصمة الدوحة. ولكن ما أريد أن أقوله وبسرعة، أبشرك بأن غدا ستكون رؤية الهلال، ويوم الأحد سيكون أول أيام احتفالات تونس بكأس العرب. ان شاء الله من فمك للرب، يعني ان شاء الله هذا ما نتمناه. طبعا مع احترامنا لاشقائنا وحيد، لكن كلمه طبعا لسادات الجاليه الجزائريه هنا. نبدا بظفر الله واش قال. انا بالنسبه لي انا متفائل قبل البطوله انه راح ناخذ البطوله، حتى لكان منافس صغير تونس كنت ساقول ذلك. لكن في الاخير انا نحيي الجاليه تاعنا، برغم عددنا اقل مقارنه بتونس او مصر، لكن حضورهم كان قوي خلال المباريات الماضيه، يعني لعبوا دور كبير وفزنا على المغرب. ونحيي الجمهور التونسي اللي كان حاضر في مباراه المغرب، يعني دعم كبير للمنتخب تاعنا. انظر كما قال احد من الجماهير الجزائريه، روح رياضيه كبيره من الجمهور تاعنا، قال لك ندوها نقسموها على النص، لكن انا نظن انه نربحوا ونقسموها على النص. بما انه اليوم في البلاتو هذا ما فماش حياد، يعني فما انتماء واضح لتونس والجزائر، وهذا حق طبيعي وحق شرعي لكل مواطن يشجع المنتخب تاع بلاده. لكن شو قالوا الاعلاميين العرب الموجودين في الدوحه عن هذه المواجهه الكبرى بين تونس والجزائر؟ نشاهد التقرير. نشكر قناة التاسعة تواجدهم معنا في هذا المحفل الكبير، وتواجدهم أنا تواجدت سعدني تواجدي معكم في استوديو التاسعة مع الكابتن أبو هلال عادل أبو هلال. المنتخب التونسي طبعا بدأ في المباريات بالتعثر نوعا ما ببعض المباريات، ولكن بدأ تصاعديا. دائما نقول البطولات لما تبدأ بشكل تصاعدي أنت راح توصل للمنافسة التتويج. إحنا ما نظلم حق المنتخب الجزائري، هو بعد منتخب فائز ببطولة كأس أفريقيا، والمنتخب الجزائري يضم كوكبة من اللعيبة المشاركين، وأداءه كان أكثر من رائع. للأمانة أنا من الناس اللي أحب منتخب تونس. منتخب تونسي في بعض المباريات كان نوعا ما يعني مرتبك، خاصة مثل اللقاء مثل مباراة سوريا، بس ممكن تكون رب ضارة النافعة هي كشفت الأخطاء وتعدى الفريق وبدأ في تدرج نحو الصعود. الجزائر هي الأفضل والأكثر استعداد وأكثر جاهزية، واضح الرغبة من البداية أن الجزائر ما راح تتخلى عن اللقب بالسهولة. أيضا الجزائر اختبرت كثير من أكثر من منتخب، أكثر من مباراة، يعني كل مباراة الجزائر كانت صعبة. هجوم المنتخب الجزائري قوي، لا ما يلعب معه بالنار، يعني العب معه بشكل واقعي، تلعب بشكل غير واقعي راح تستقبل أهداف. أما بالنسبة للمنتخب التونسي، منتخب مقدم هداف البطولة، منتخب مقدم وسط على مستوى عالي، ممكن أنه يأخذ اللقب بكل أريحية في مباراة طبعا هي نهائي وتكون صعبة، لكن يقدر يأخذها بكل أريحية. المباراة بتكون تصل للأشواط إضافية بحكم هذه المباراة، يعني لا تتحمل خاسر ومغلوب، جميع الفريقين والمنتخبين راح يكونون نوعا من تحفظ نوعا ما، لكن راح يمتعون في هذه المباراة. الأفضل وصل، ونتمنى إن شاء الله أن تكون المباراة النهاية مباراة تليق بالكرة العربية في المقام الأول والأخير، نظرا أن هذه البطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي. نعطي انطباع عنا كدول مستوى كرة، مستوى حضور جماهير، مستوى منشآت، مستوى كذا، يعطي فرص أكثر لدولنا لاستضافة كأس العالم إن شاء الله في المستقبل. لو رجعنا للمباريات السابقة، صراحة جدنا المنتخبين أولا يستحقان الوصول بكل جدارة، منتخبين قويين لديهم رغبة كبيرة جدا، أيضا منتخبين ممتعين يعني في اللعب. أنا مبهور حقيقة في أنه الشباب هذولا في منتخب تونس وصلوا إلى مرحلة وكأنك تشاهد منتخب يلعب من زمن طويل، متجانس، يعرف حتى أماكن اللاعبين، كل واحد حافظ مكان الثاني. ستكون مباراة تليق بالكرة العربية، تليق أيضا حتى في مستوى الكرة الأفريقية،
أنا أتمناها صراحة تونس، لأني بحب تونس. هكذا كانت تصريحات الوجوه الإعلامية الزملاء الإعلاميين العرب الحاضرين في هذه البطولة العربية. بأنه إعلاميين، خلني نسأل أنا وحيد، برشا اهتمام برشا تفاعل وبرشا متابعة لهذه الدورة. أعتقد أنه احنا توافقنا على في نقطة مهمة، أن المباراة ستكون 50% 50%، يعني تعرف أنه هناك مشاهدة كبيرة لمستوى الفريقين، يعني خلال الدور الأول أو حتى دور المجموعات أو حتى الأدوار النهائية. مباراة اهتمام كبير، خاصة أنه حتى وكلاء اللاعبين موجودين هنا في الدوحة يستغلون الفرصة للحصول على بعض اللاعبين أو نقلهم إلى الدوريات أخرى. إذن هي فرصة لإثبات الذات بالنسبة للاعبين واختلاع مكان في التشكيل الأساسي للمنتخبات اللي ينتميوها، خاصة تونس والجزائر، وأيضا فرصة أيضا لما لا لفتح أبواب الاحتراف على مصراعيها خارج حدود الوطن. بعد أسبوعنا الإعلام العربي يتحدث عن المواجهة، ماذا كتبت الصحافة التونسية عن موقع تونس الجزائر؟ طبعا متابعة لردود أفعال وتطلعات وسائل الإعلام التونسية وأيضا العربية في علاقة بهذه الموقع الكروية الكبرى. فتحي، أكيد كل شيء حاضر للمباراة اليوم، كل شيء تم وكرة بين أرجل اللاعبين. بدون شك كل شيء تم، كل شيء حاضر، حتى من اللاعبين ينتظروا في وقت المباراة بفارغ الصبر. معنا يمكن نتكلم شوية على مستوى تكتيكي من الاثنين فرق، ما بنعرفوا احنا بالنسبه للمنتخب التونسي. بالنسبه للمنتخب التونسي اكيد من المجموعه مع غياب ياسين مرياح يمكن يمشيوا للاربع مدافعين، معناها تقريبا معناها بنفس التشكيله اللي لعبنا بها شعبوا 4-4-2 اخر مباراه. لا مش لعبوا 4-3-3 مع 4-3-3 مع دخول كل الاسلحه، خاصه انت عارف اخر مباراه مع سمسليتي اللي كان غايب اللي كان احتياطه هو عمل فرق في المباراة هذه. أنا ما نظنش أنه مش يكون برا، مش يكون أساسي هو ومعناه يوسف في الوسط، مش يكون حنا بعل ومش علالي معاه منا فرجاني. في الأربع مدافعين هم نفسهم، أنا بن حميد ومنتصر وبلال ومنا ودراجر. الملاحظة على المستوى الفردي الحقيقة الإضافة الكبيرة اللي قدموها دراجر وحنا بعل، اللي كان مميز جدا حتى على مستوى الحركة وعلى مستوى الإنرجي اللي يعطيه للمجموعة. منتصر نفس الشيء. بالنسبه للفريق الجزائري احنا مش نطيحوا في نفس مش نقعدوا اون كليبر، خاصه على مستوى الدفاع اللي يلعب 4-4-2 من 3-1 يمكن اللي مش يعمل فارق هم في كل خانه. بالنسبه للثنائيات واضح. على كل حال قبل ما نختم ندى صحفيه بخصوص كاس الخليج واخر مستجدات استعداد قطر لتقديم ملف ترشحها لاحتضان هذه الدورة، نشاهد ثم نعود. إذن بعد الندى الصحفية أكيد التعليق من ظفر الله المؤذن اللي تابع هذه الندى الصحفية. هو كان من المقرر أن تقام دورة الخليج في شهر نوفمبر في العراق، لكن تم ترحيلها وتأجيلها إلى 2023 بسبب زحمة الكالندر، ما فيش مكان خالص. لكن حسب بعض التسريبات أن العراق
قد لا تكون جاهزة. مدينة البصرة هي التي سوف تحتضن هذه الدورة هذه المسابقة. طبعا هناك ربما الدولة البديلة هي الكويت، ربما الكويت لا تكون جاهزة، في هذه الحالة ربما قطر تتقدم لاستضافة الدورة. طبعا مع كأس الخليج أيضا قطر تسعى لاستضافة كأس آسيا، واليوم صارت أيضا ندوة صحفية كبيرة نعود إليها في هذا التقرير. أول شيء احنا الهدف من الموضوع ان احنا نستمر بالعمل والتجارب هذه، نشارك القارة الآسيوية والاتحاد الآسيوي جميع الانجازات اللي احنا حققناها. احنا في وسط بطولة الحمد لله تنعد بطولة ناجحة، واحنا نشكر اللجنة المنظمة على التنظيم، وفخورين بانجاز المنتخب وانجاز جميع المنتخبات العربية في البطولة. ومثل ما ذكر صاحبي سمو الأمير ان البطولة كأس العالم هي كأس عالم للعرب، واحنا نتمنى انها الاستمرارية تكون الارث لكأس آسيا وما بعدها بإذن الله. والهدف من الموضوع ان احنا نستمر بتوليد الكفاءات والمواهب الرياضية لاستمرار منافسة المنتخب القطري في جميع المسابقات الرسمية. طبعا الامور 5-5 أكيد. قطر تستعد لاستقطاب كل البطولات تقريبا الوحيد. خبره في تنظيم بطولات يعني يرشحها تنظم اي بطوله كانت، وحل بديل حتى للبلدان الغير قادره على تنظيم هذه البطولات. ما ننساش احنا في فتره كورونا كانت كثير من البطولات مهدده بالالغاء، يعني حتى دوري ابطال اسيا كانت راح تلغى في الادوار النهائيه، لكن قطر انقذت البطولات. تصفيه كاس العالم ايضا انقذت البطولات يعني في وقت كورونا، وما بالك بعد كورونا كيف سيكون الوضع. نخلي كلمة الختام على المباراة المواجهة غدا التونسية الجزائرية. والله أنا نتمنى برك نشوفه مباراة كبيرة، الجمهور يستمتع، وأكيد بليلي يسجل وبنجح أيضا. كابتن فتحي والله إن شاء الله تكون مباراة قوية، هي أكيد مش تكون مباراة قوية، أكيد احنا كتوانس نحبوا معناها تونس معناها تربح، ومثل ما قلت من أول حتى معناها لا قدر الله إذا كان فاز مع سما الجزائر احنا فرحانين مع تونس ولا مع الجزائر. كابتن ناصر البدوي اللي مؤكد المنتخب التونسي ان شاء الله يمتى يكون حاضر على المباراه نتاعو كما عودنا في الفتره الاخرانيه، يكون بنسق عالي ويكون حاضر سي بلون مونتال، خاطر المباراه باش تلعب على الناحيه الذهنيه ضد منتخب عريق وممتاز وعنده امكانيات كبيره، لابد الملاعبيه يكونوا فايقين على كل جزئيه في المباراه، على كل جزئيه، على خاطر المنتخب الجزائري ينجم يفاجئنا في كل حاجه. وان شاء الله المهم عندنا مسؤوليه كبيره زوج فرق، ان شاء الله نعملوا مباراه كبيره. نفل المؤثر من الوصايا العشر من مصلحه منتخب تونس ان ينهي المباراه اما في الوقت الاصلي او في الوقت الاضافي دون الذهاب الى ركلات الترجيح، لان كفه المنتخب الجزائري ارجح، عندهم حارس مرمى اسمه مبولحي متخصص، وعندهم لاعبين ممكن يسدوا بجوده كبيره ركلات الجزاء. عندهم لاعبين ممتازين، واحنا عندنا لاعبين متميزين متالقين يغيروا على الرايه الوطنيه، عندهم جرينتا، حب الانتصار، اندفاع كبير، روح تاع مجموعه غير مسبوقه شفناها في هذه الدوره، حب للوطن، عندهم وراهم جمهور كبير ما يبخلش على التشجيع، قاعد يضحي بالغالي والنفيس باش يدفعهم للامام، عندنا ثقه كبيره فيهم باش يفرحوا الشعب التونسي، تونس في حاجه للفرحه، تونس في حاجه لهذه الكاس، اكيد ماناش باش نتغشوا اذا ما هزيناهاش، لكن الحاجه الوحيده تخلينا ما نتغشوش انكم تعطيوا كل ما عندكم، دمكم تحطوه في التيران، عندنا ثقه فيكم، وعندنا ثقه في الناس اللي باش تتبعكم باش تكون حاضره معاكم من الجماهير ومن وفد اعلامي ومن الناس الكل، حتى اللي في تونس بقلوبهم باش يكونوا معاكم، ثقتنا عمياء لن تزحزح في نسور قرطاج، وان شاء الله مربوحه يا ربي، وان شاء الله غدوه نحتفلوا وانطلاقا من الساعه 8 ان شاء الله غدوه البلاتو نتاعنا مهما كانت النتيجه، لكن ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه، غدوه انطلاقا من الساعه 8 بث مباشر من الدوحه من العاصمه القطريه لنهائي البطوله العربيه، وان شاء الله لتتويج منتخب تونس بهذا الدرع الكروي. مشكور جدا وحيد على الحضور، كنت سعيد جدا بوجودك معنا، تحياتي القلبية والأخوية للشعب الجزائري من خلالك أنت وللكرة الجزائرية نحترموها كثيرا كثيرا، لكن اليوم للأسف الشديد سأكون
تكون تونسي للنخاع، وأتمنى من الأعماق بحضورك وحتى في غيابك فوز المنتخب التونسي بهذه البطولة. الشكر موصول أيضا لفتحي، للناصر، لظفر الله، لكل فريق العامل معنا هنا وأيضا في تونس العاصمة. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس، 10 بتوقيت الدوحة. إن شاء الله مربوحة، تصبحوا على خير. العب بالليل مريون، حط الكرة في الجول، خلي الراية عالية بالفن وبالتكتيك، دي موراك الببليك، علينا تونس غالية، شدوا الهمة واحنا وراكم يا رجال، جيبوها يا الأولاد، مازال مازال خلوا دايما في البال النجمة و